السلام عليكم. الشيء المؤسف هو جار السوء المغرب، ماشي المغرب، المغرب سرقوا كلمة المغرب، هي مراكش موروكو، مملكة مراكش وليس المغرب. وهذا السرقة نتاع كلمة المغرب باش يديو التاريخ، باسكو الناس نتاع الشرق الأوسط يعيطونا المغاربة، دونك ما محبوا يديو الباب المغاربة الموجودة في فلسطين، بالرغم أن هناك وثائق تثبت أن الباب هو باب المغاربة الجزائريين اللي كافحوا وحاربوا مع أول نداء اللي طلبوا صلاح الدين الأيوبي، وكان الأرض اللي موجودة تما على اسم الهواري، سيدي الهواري اللي عنده الوثائق تثبت أنها أرض له للجزائر. كذلك اليوم جيت نتكلم عن المروك اللي راهو يساند في إسرائيل، اللي راح يدير مستوطنات داخل المغرب، وراح يمد تاني كوتي تاع الصحراء الغربية اللي للصهاينة. راهي هناك سياسة صهينة المغرب وتهويد المغرب، وهذه الأسرات هذه إلى الأبد راح تصرع حروب دائمة غير منقطعة ما بين الجزائر والجار السوء. الحاجة اللي أثرت عليها هي البعثة المغربية، منها ممرضات وأطباء لإسرائيل. هذا يوحي أن المرأة المغربية أصبحت ليس مرأة مغربية، ما عندها ني دين ني ملة، ويدخلوا في الدعارة والإسرائيليين يحوسوا على الدعارة ما بين ومن أجل كسب عقلية المغاربة. دونك المغرب اللي راكم تشوفوا فيه هو خيانة عظمى للقضية الفلسطينية، خيانة عظمى للمغاربة اللي معظمهم مساكن مقهورين، عايشين في ظلم واحتكار وعبودية تاع العلويين. بالنسبة لمصر، مصر على بالكم باللي الأم نتاعو حليب والحنين تاع الأم نتاعو المغربية اليهودية، يتلاعب بالكلمات لدغدغة الشعب المصري. حان الوقت، كان جيت أنا رئيس مصر لا وجدت أسباب من أجل وضع حد لاتفاقية كامب دافيد، هو التعدي 4 مرات على الأراضي المصرية، لكن هيهات يقول لهم أنا سأضرب وسأنا، هو ما يضرب والو، يوري لك في المدرعات واليوم على بالكم المقاومة الفلسطينية قالت لك ماشي مبنية على الدبابات والطائرات، مبنية على الحيلة العسكرية، هي النخبة العسكرية اللي تعرف الضرب والتوقيت وكيف. دونك واش عنده السيسي ما يدير بها والو، هو دغدغة الشعب المصري، وما بقالوش من الشعب المصري، إن شاء الله راح يخرج في ثورة شعبية ضد السيسي. والسلام.